دكتور بشر هلا هو بعده بحاله غيبوبه بسبب الجلطه، وبعتقد انه مناطق الادراك بالمخ تاثرت. ممكن ذاكرته تتاثر دكتور؟ ممكن يفقد ذاكرته؟ صراحه ما فينا نحدد نوعيه الضرر قبل ما يفيق من الغيبوبه. بدنا ننطر وبدنا ندعي انه ما تتجاوز اكثر من يومين كرمال تضل الاضرار محدوده ونقدر نعالجها. انا رح استاذن، واي مستجدات بتصير رح اخليها تبلغكم. تبي ايش؟ بيعيش؟ خليفة أم أخوي، خليفة أمي وأبوي ولي نعمتي وتسألين بيعيش؟ إن شاء الله أنا أموت، أنا أموت. بسم الله عليك يا دكتور. بالله يا نوره، إذا يصير في خليفة شيء لا بدك تصيحين دم. صح دم، كل شيء فيك صح دم، بس ما يطاري اسمك. أنت متواقف الطالع، لا الوقت يناسب ولا بر في ناس، ولا عمره بصير مناسب، ولا عمره. ليش ما شقيت الورقة قبل ما قريتها؟ ليش خشيتها في مخباك؟ ها؟ طالعني طالعني. ليش عقب ما قريتها جفستها وخشيتها؟ ليش دام الكلام اللي فيها ما ردك حافي على ليالي يمي وظلك فوق ظلي؟ ايسا ليش؟ صار في خليفة شيء بابوت